الآن إلى البيضة ومن البيضة إلى صعدها بإذن الله ونصر قريب. هي الطريق إلى النصر إذن. ترك هؤلاء المقاتلون شبوة محررة بالكامل، وهدفهم التالي هو محافظة البيضاء المجاورة من الناحية الغربية، خطة تهدف وفقا لما هو معلن إلى التضييق الكامل على ميليشيا الحوثي الانقلابية في امتداداتها الجغرافية المتبقية في قلب الجغرافية اليمنية، والقطع الكامل لخطوط الإمداد وصولا إلى محاصرتها وإنهاء وجودها في معاقلها المتبقية. من وادي خير في الغرب من بيحان تحرك المقاتلون صوب مديريتي ناطع ونعمان. في هذا الوادي دارت معارك شرسة شهدت خلالها تدخلا مؤثرا لطيران التحالف الذي استمر في ضرب إمدادات الحوثيين وتجمعاتهم، ما سهل للمقاتلين التقدم واستكمال تحرير بيحان والالتحام بمقاتلي البيضاء. تقول المصادر الميدانية إن الجيش والمقاومة حرر أكثر من 90% من مديرية نعمان، يأتي ذلك بعد أن تمكنوا من تحرير مديرية ناطع بشكل كامل، في حين تتجه الأنظار إلى بقية مديريات محافظة البيضاء. البيضاء في ظل هذه الوتيرة من القتال والإسناد من جانب التحالف وعزم رجالها على التضحية والخلاص، موعودة بالتحرير الوشيك، وهي التي لم تهدأ منذ أن اشتبكت مع الميليشيا في رداع قبل أكثر من 3 أعوام. خلفت المعارك هزائم مرة لميليشيا الحوثي والعشرات من الأسرى الذين يشهدون اليوم سقوط حلم الميليشيا في إقامة الدولة على كاهر اليمنيين، بعد أن فرضوا حراسة طويلة الأمد على خطوط الإمداد التي كانت تشق شبوة لتصل إلى معاقلهم بالمؤونة اللازمة لمواصلة المعركة. أرقام فحسب يتحول هؤلاء المسلحون منذ اللحظة الأولى التي يلتحقون فيها بالميليشيا ويقاتلون تحت ظلها لا يلبون على شيء ويخسرون مع كل رصاصة وطنا يتسع للجميع.